اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مع حضراتكم التغطيه المهمه جدا لمباراه السوبر المصري بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادم. نروح دلوقتي للامارات وزميلنا فاروق صلاح. تحياتي ليك يا فاروق، وحطنا دلوقتي في اخر يعني وصول بعثه النادي الاهلي الى دوله الامارات، وحمد لله على السلامه، وكلمنا عن الاجواء. يعني خليني ارحب بك يا كابتن اسامه، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله يعني بطوله السوبر ان شاء الله ال 12 تكون من نصيب النادي الاهلي، لكن خليني يعني اقرب لك الصوره. احنا طبعا كان توافد اللاعبين من مطار القاهره في تمام الساعه 11:30 صباحا، الاقلاع كان في تمام الساعه ثانية ظهرا. رحلة الطيران استغرقت 3 ساعات ونصف، كان الوصول لمطار أبو ظبي الدولي في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت أبو ظبي. طبعا كان في استقبال بعثة النادي الأهلي معالي القنصل الأستاذة نهى القناوي قنصل الإدارة المصرية، طبعا إلى جانب وجود الكابتن سمير عدلي مدير الاداري طبعا اللي كان سبق الحضور البعثه الى الحضور الى الامارات برفقه الكابتن سيد عبد الحفيظ لترتيب كافه الامور وتنفيذ كافه الامور. سريعا تم الانتهاء وكافه الاجراءات بعثه النادي الاهلي يعني جانب من جماهير النادي الاهلي اللي كانوا موجودين خارج يعني ادوار مطار ابو ظبي، رسالتهم السوبر يا اهلي. اعتقد جماهير النادي الاهلي يا كابتن اسامه بتضرب المثل في كل مكان، اي مكان بيروح فيه النادي الاهلي بتظهر شعبيته وقيمته ومكانه النادي الاهلي. وجماهير النادي الاهلي النهارده اللي كانت بتوصل رساله مهمه جدا للاعبين مسانده والمؤازره لكل افراد منظومه النادي الاهلي، ومنتظرين السوبر باذن الله اللي يعني ان شاء الله اطمنك من اللي احنا لامسينه من اللاعبين من الجهاز الفني، الجميع بيستعد لهذه المباراه. هي مباراه صعبه جدا طبعا يا كابتن اسامه على الفريقين، لكن ان شاء الله يعني تحضيرات لعيبه النادي الاهلي والدوافع اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني بدأوا الموسم ببطوله مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي طبعا اللي تحملت الفتره كانت صعبه جدا على جماهير النادي الاهلي وعلى اللاعبين، لكن ان شاء الله يعني اللي احنا لامسينه من اللاعبين من الدوافع اللي عند اللاعبين الحاله النفسيه بتبشر ان شاء الله يا كابتن اسامه ان شاء الله ان احنا يعني لعيبه النادي الاهلي تكون في الميعاد ان شاء الله يوم 28 على ملعب هتاع بن زايد. حاليا احنا طبعا متجهين لمدينه العين اللي طبعا لسه في الطريق يا فاروق، لسه في الطريق من ابو ظبي للعين صح كده؟ بالظبط بالظبط يا كابتن اسامه، يعني انت يعني 15 دقيقه ان شاء الله ويكون وصلنا الى مدينه العين. طبعا اللي بتبعد عن مطار ابو ظبي بساعه ونصف. الامور بقى التنسيقيه والترتيبيه الترتيب في الغد ان شاء الله اللي هيكون اول تدريب النادي الاهلي صباحا ان شاء الله، ثم يوم الخميس هيكون التدريب الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب الزعب الزايد اللي طبعا بيتزين لاستقبال هذه المباراه. عايز برضو يعني اطمن حضرتك على الحضور الجماهيري وجماهير النادي الاهلي اللي بتتوافد كل مكان يعني كل الدول يعني بجوار. عايز اتكلم عن الجمهور يا فاروق، من لحظه وصول لاعب النادي الاهلي لدوله الامارات وتوافد جماهيري كبير في المطار، واكيد الرساله وصلت لعيبه، الكلام اللي بيدور بين اللعيبه وانت قريب منهم ايه اللي بيدور بين اللعيبه، وكمان الرساله يعني اللي وصلها الجمهور لعيب النادي الاهلي، وشفنا البنرات قاتل من اجل الكيان، كلنا ثقه في لعيب النادي الاهلي. يعني خليني اقول لك يا كابتن اسامه، يعني المشهد من بدايه مطار القاهره في رسائل الجماهير كلها متنده مؤازره، الجميع بيؤازر بيساند اللاعبين، ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، واثقين ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا في الموعد ويقدروا يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي. اللي انا لمسه من اللعيبه، اللعيبه عايزه تفرح الجمهور يا كابتن اسامه، اللعيبه عايزه تفرح نفسها كمان، يعني دوافع المباراه بالنسبه للعيبه على المستوى الشخصي اكبر كمان من ان هم كمان يفرحوا الجمهور. اللعيبه عايزه يعني الفتره اللي فاتت زي فترة صعبة، لعيبة كتير جدا مستنية هذه المباراة، لعيبة كتير جدا عايزة تقدم يعني كل نقطة عرق في أرض الملعب علشان يسعدوا جمهور النادي الأهلي. عارف أهمية المباراة الديربي ما بين الأهلي والزمالك، بعض اللعيبة اللي بتظهر في هذه المباراة لأول مرة يعني شادي حسين سافيو، اللعيبة اللي عارفة إن دي المباراة اللي بتعلم مع جمهور النادي الأهلي. حضرتك طبعا يا كابتن اسامه واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي كان ليه بصمات في مباراه القمه
مين ينسى مباراه 4-3 كاس مصر 2007؟ طبعا عارف قيمه هذه المباراه واهميتها. اللعيبه ده بنقول بلغه الكوره يا كابتن اسامه مستني هذه المباراه ان شاء الله، نتمنى توفيق ربنا ان شاء الله يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. جماهير النادي الاهلي هنا في الامارات رسائل مهمه جدا، جماهير بتساند بتؤازر. عايز اقول لك ان في بعض الجماهير القادمه من السعوديه، قادمه من البحرين، من الكويت، من قطر، الجميع اللي بيتسابق للحضور المباراه مسانده ومؤازره النادي الاهلي، مش مقتصر على الجماهير او الجماهير الاهلي المقيمه هنا في الامارات، ولكن جماهير النادي الاهلي تتوافد من كل مكان لمسانده ومؤازره النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. اخيرا يا فاروق، طمنا عن حاله لعيبه النادي الاهلي. طبعا تاكد غياب اليو ديانج، حاله محمد عبد المنعم بعد الاصابه اللي تعرض ليها في الانف، تواجده الحمد لله الامور مطمئنه، حاله الفرقه كاملا يعني. يعني بالتحديد محمد عبد المنعم يا كابتن اسامه، هنا كان ليا حديث مع محمد عبد المنعم، طبعا الكسر الانف محمد عبد المنعم، لكن محمد عبد المنعم ان شاء الله اللي انا جاهز للمباراه وهيشارك يعني ان شاء الله. بطمنك على حاله محمد عبد المنعم. ايضا زي ما حضرتك قلت طبعا اليو ديانج لم يعني مش موجود مع الفريق النادي الاهلي، لكن اقول لك ان احمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الاولمبي انضم لبعثه النادي الاهلي وطبعا موجود مع الفريق ده، كان يعني ابرز اللعيبه اللي انضمت من المنتخب الاولمبي للنادي الاهلي. حاله اللعيبه بطمنك من الحاله البدنيه، الحاله الصحيه يعني الحمد لله ما شاء الله، اللعيبه ان شاء الله نتمنى الامور تكمل على خير باذن الله يوم 28 ويظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي ويكون توفيق ربنا مع اللعيبه مع الجمهور مع الجهاز الفني، وان شاء الله يكلل الامر بالفوز بالكاس السوبر رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يا فاروق نشكرك شكرا جزيلا.